هل الاعتذار يعالج الصدمة؟ هل الاعتذار يعالج الصدمة؟ قصدك مثلا واحدة خانها زوجها بعدين جاء قاله والله I'm so sorry يعني ما كنت أتوقع أنه تصدمين هالدرجة، فهي يعني خلاص يعني بيتغير الموضوع بالنسبة لها مثلا، أو مثلا أنت أو أنتي سويتي في موقف في أحد في صديقة ولا في أحد ودخل في حالة صدمة، فيوم دخل في حالة صدمة قلت أنا وش سويت؟ أنا جبت العيد، أنا شكلي ضيعت، يعني ضربت هذا الإنسان ضربة كثير موجعة، خليني أروح أعتذر. أنا أرجع وأقول لك دخلتي منيرة بتطلعين حصة، اعتذار انتقام كله، أنت راح تتغير ما دام انصدمت راح تتغير، لكن انه الى اي درجة ممكن الاعتذار يعني يخفف الصدمة او يغيرها، انا ما اعتقد انه كثير، ما اعتقد انه كثير. يعني خلينا ناخذها مثلا، اوكي خانها او هي انصدمت وبعدين راحت المستشفى من شدة الصدمة، بعدين يوم شافها انها في المستشفى وان الوضع كثير مرة مزري قال والله سوري يعني ما كنت اتوقع الموضوع هذا، هي اوريدي انصدمت واخذت الصدمة وانضرب جسدها المادي، فالاعتذار يعني يمكن يعني يلحق على شيء، يمكن يلحق على شيء، هذا اذا كان مبكر بعد الاعتذار. يعني تخيل لو ما كان اعتذر يعني صديقة مثلا سوت مصيبة لصديقتها وبعدين وبعد سنة جت تعتذر، باللي اعتذارك مش ربي وايدة، ما عاد ينفع. إن كانت صديقتك هذه جتها مصيبة فهي جتها وغصت فيها وخلصت، وإن كانت أنقذت نفسها فهي أنقذت نفسها ولا تبغى اعتذارك، انتهت القصة، فما عاد ينفع. بس لو كنت أنت في هذا الموقف بقولك رجع الحقوق لأصحابها، رجع الحقوق لأصحابها، لأنه يا جماعة شخص ينصدم منك بسببك بليز لا تحط نفسك في هذا الموقف، أرجوك تصدم شخص تكون أنت السبب بهذه الصدمة، أرجوك لا تحط نفسك في هذا الموقف، ترى الناس، أبغى أقول لك معلومة، ترى الناس لما يصلون للقيعان يبيعون الحياة، وترى الناس لما تبيع الحياة تتجرد، ولما تتجرد يكون طلبها أمر، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. انتبه، أرجوك إذا أنت رجل تسمعني تبغى تروح تتزوج أرجوك علمها قبل بليز، يعني إذا أنت بتصدمها وتقول حطها أمام الأمر الواقع، ترى والله الآثار والمصايب اللي بتجي من الصدمة يعني ما تتخيل قديش بتلحقه وتتضرر منها. إذا تبغى تسوي يعني مصيبة لأحد أرجوك على الأقل شوية بالتدريج بهدوء، خل في زعل شوي، خل في مقدمات، خل في خلاف شوي، لا تسوي صدمة، مش من مصلحتك انك تصدم احد، حتى لو اعتقدت انك بالصدمة هذه راح تفوز، يعني في كارما. انا اذا كنت تؤمن بالله ولا ما تؤمن بالله وتؤمن بالخير والشر، هذه كلها بكيفها، هذه طريقة عمل الكون، في طاقة ودت هذا الشخص تحت ضرب قاع وتجرد، في لحظة التجرد هذه بعد عنا، هذا إنسان بين الحياة والموت، واصل قاع وصدمة يدمرك، يقول كلمة يدمرك ينهيك، فلا تعرض أحد للصدمة، أرجوك لا تصدم أحد، أرجوك إذا أنت يعني تبغى تنتقم من أحد، تبغى تأخذ حقك من أحد، تبغى بهدوء شوي.
شوي شوي نظام شو اسمهم الضفادع هذا، حطه في مويه وشوي شوي سخن المويه عليه على الاقل، يعني يصير في مجال للطاقه انها ايش، انها تهضم، يصير في مجال للطاقه انها تهضم، لا تخلي الطاقه كذا يعني تضرب قاع بعدين ترتد عليك، مو مصلحتك. فاذا كنت انت قمت بمصيبه لاحد هل تعتذر؟ انا اقول لك دائما اقول لك رجع الحقوق لاصحابها، اعتذر، حاول انك تصحح الخطا اللي انت تسويه، لكن في الغالب اذا صدمت احد وعدى وقت على الموضوع في الغالب يعني انت خسرت القصه. اذا في احد اعتذر لك هل ممكن تخف الصدمه؟ يمكن اذا كان في البدايه جدا، في البدايه جدا، واذا كان يمكن معها تعديلات سريعه انه لا بسوي كذا بفعل كذا بيصير كذا انا سويت كذا انا انهيت القصه الفلانيه، يمكن نلحق على الاجساد اللي ما تدمرت، يمكن نلحق على القصه اللي ما تدمرت، زي السيده اللي قلنا راحت للمستشفى وبعدين جاها زوجها قال والله سوري انا كذا كذا، يمكن نلحق على الجسد الفكري ما تدمر على سبيل المثال. بس خلاص ما دام الصدمه صارت معناها انت تغيرت، ما دام الصدمه صارت معناها انت تغيرت، معناها انت خلاص راح تكون نسخه جديده ونسخه مختلفه. لكن يفرق انه درجه الاضرار، انه هل الاضرار بتكون يعني 90% ولا بتكون 60%، هذه هي اللي تفرق. طيب يا جماعه خلصنا اليوم، ابغى اذكركم بكره الساعه 6:30 باذن الله على كلوب هاوس راح نكمل موضوعنا، راح نناقش موضوع الصدمات. صراحه موضوع الصدمات ما يخلص كثير، موضوع ذو شجون، وعندي فيه كثير كلام كثير تفاصيل. فبليز خلوكم معانا. راح يكون الساعه 6:30 توقيت السعوديه، اكتب بس اسمي ويطلع لك وراح تلقاني. ما راح يكون في انستغرام لايف بكره لاني راح اكون مع حبيبتي ولاء، راح نتكلم عن الفن والابداع، راح نناقش بعض الشخصيات، ان شاء الله راح يكون ممتع، خلوكم معانا وراح احط لكم الاعلان والرابط، وان شاء الله نستأنف لاحقا. بس خلوكم ايضا معانا في انستغرام لايف، لسه ما خلصنا، راح نتكلم عن الفن، راح نتكلم عن التعلق، الصدمات، فخلوكم مستمرين معنا، وبليز اعزموا اصدقائكم. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. اذكركم عندنا 3 كورسات موجودة على الموقع: ابانوس التحرر من الصدمات، جلسة التعلق، فنون الروح التحرر بادوات فنية. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.